لتعيش حرا.
يا اصحاب الكسرة ما كاش الباط، 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 والدوري قايد كاس الباط اي سينا اي سينا اطلبونا بورك اش كاين هذا اش كاين مهزل سياسية مهزل سياسية حفلت بالمليارات حفلت بالمليارات ثقافة العاهرات ثقافة العاهرات يا ذباب اسمع اسمع يا ذباب اسمع اسمع يا ذباب اسمع اسمع يا ذباب اسمع اسمع يا كل تتنحى من جبالنا واحد اثنين ثلاثة من جبالنا طلع صوت الأحرار ينادينا بركات بركات وفوز العباد.
ماشي عسكرية دولة مدنية، 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 ماشي عسكرية. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا حراكنا مستمرون فيه. نحن خرجنا من أجل إنهاء مسلسل العصابة والسرقات، ولكن الآن وجب أن ينتبه الحراك إلى صناعة منظومة جديدة من منظومة القيم حتى لا نعود إلى عصابة جديدة من جديد، وإلا فإننا سنكون كما قال المثل عدنا بخفي حنين، ونحن نريد أن نعود بالحصاد كاملا لا أن نعود بخفي حنين. 25 ولا 26 جمعة الآن في 7 شهور، يفترض أن المجتمع الجزائري ينتبه إلى منظومة القيام، لغته، دينه، الأمانة، الأخلاق، العدالة، الحرية، أشياء كثيرة، الإنسانية، التآخي، التعايش، العودة إلى نوفمبر، العودة إلى بن باديس، ونبدأ ونخرج هذا الأرشيف الجميل في تاريخنا الأصيل. وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا أستاذي، يبارك فيك إن شاء الله. إن شاء الله رانا في الجمعة 26 من الحراك. أنا كنت وخرت على 3 جمعات وإنما لقيت نفس الحماس. اليوم الحراك تاع اليوم قاعدوا فيه غير الناس الأحرار، أنا نقول الحراك فكرة والفكرة لا تموت. الناس اليوم اللي راهم في الحراك آمنوا بهذه الفكرة، آمنوا أن الحراك هذا هبة ربانية لازم نواصلوا فيه، ونجتثوا النظام هذا الفاسد اللي حكمنا، النظام العسكري اللي حكمنا من 62 حتى لهنا، واللي حابين يعاودوا هذا الناس اللي راهم الآن في الحكم حابين يعاودوا نفس النظام استنساخ النظام بوجوه جديدة. السلام عليكم. الحراك اجواء والضغوطات خصوصا انه مزيد عليها ضغوطات، ولا ما كانش حتى في العاصمه الشعب اليوم ضغوطات، ما حلوش 25 جمعه اليوم زاد العدد الحمد لله وجاي 6 اكتوبر. السلام عليكم خوتي، هذه الجمعه 26، شوفوا باختصار بزوج كلمات، احنا خرجونا من الفندق، خرجونا يعني استعملونا وحصلوا فينا.